راكم عارفيني ممثل امازيغي وممثل مسرحي وفنان بوب امازيغ. بالنسبه للناس اللي كانوا بغاو يستفسروا علاش فيصل إيتري لبس التكشيطه ولا دار الماكياج اولا يعني بان بحال واحد الحله بحال قال الناس تحول وهذا الشيء، فهذاك داخل في نطاق الفن. ويعني انا مشيت باش ندير واحد الدور اللي هو البنت اللي كتفكر غير في الزواج، باغي تزوج، ما كتفكر حتى شي حاجه، يعني ما بغاش دير حتى شي حاجه في حياتها الا الزواج. فهنا كنبين نقول لها من خلال هذيك الشخصيه اللي درت انه ما كاينش غير الزواج، خصك تقراي توعاي تكون عندك مكانه انت في المجتمع باش الراجل ما يحكركش حتى الا تزوجتي، او مثلا لا قدر الله وقفتوا على الطلاق راه كيوقعوا مشاكل، كتلقاي الساس، كتلقاي الخدمه ديالك او الحرفه ديالك او شي حاجه بعدا باش تعاوني راسك. اما الا الراجل عارفك بانك ما عندك والو من الساس غادي يحكرك، غادي حيت عارفك بانك غتصبري حيت ما عندك علاش تعولي، حيت عرفتي الا سميتو ترجعي لدار باك غيكونوا مشاكل. وحنا هادشي كنشوفوه، يعني بنادم ما كيطرحش التساؤلات واخا هو كيعيش فيهم وكيشوفهم، هو غير علاش فيصل لبس التكشيطه. فالتكشيطه هذا هو يعني لبسته لواحد الدور اللي هو خصني نديرو، هادشي اللي كاين. Thank you.